الوكاله ديال لانابيك والوكاله ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للوقوف على الاداء ديال الوزاره وهاد المؤسسات في الجهه مهمه في المغرب كجهه ديال العيون تسقطي باستثمارات. ان شاء الله كاين مستقبل واعد للمنطقه على المستوى الاقتصادي، وبالتالي غيحتاج الامر الى اشتغال وتعبئه اكبر من طرف هذه المؤسسات من اجل المواكبه ديال النشاط الاقتصادي في الجهه، اللي المفروض انه ان شاء الله خلال المرحله المقبله غيتزاد اكثر وغيخص مجهود اضافي، سواء من حيث التاطير ديال الشباب لادماجهم في سوق الشغل، او لا من حيث الانخراط ديالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او لا من حيث المراقبه ديال الفضاء ديال العمل من طرف المفتشين ديال الشغل التابعين لوزاره الشغل. وبالتالي انا كنظن ان هذه المنظومه الاجتماعيه في الجهه مطلوب انها تزيد تبذل مجهودات اضافيه خلال المرحله المقبله، نظرا للاهتمام المتزايد على المستوى الاقتصادي بالجهه. السيد الوزير، انتم مسؤولين على القطاع اللي هو مهم، هو قطاع التشغيل. كيفاش كتشوف قطاع التشغيل بالنسبه للساكنه هنا المواطنين العاطلين ديال جهه العيون الصقيع الحمراء وجهه الصحراء؟ مؤكد ان هناك مجهود كبير يبذل على المستوى الوطني. كاين البرنامج الوطني للتشغيل، فيه ارقام مهمه دارت خلال السنوات الثلاثه الاخيره، وهناك برنامج مستقبلي في السنوات القليله المقبله. نتمنوا ان شاء الله ان مؤكد ان هذه الفتره ديال الجائحه كانت عندها اثار سلبيه على المقاوله الوطنيه وعلى القطاع ديال التشغيل عموما، وعلى المناصب ديال الشغل. وبالتالي نتمنى ان شاء الله بالحركيه الاقتصاديه اللي غتطلق والديناميه الاقتصاديه، على كل حال الاقتصاد الوطني بدا يسترجع نشاطه بشكل متدرج، نتمنى ان هذه الاستعاده ديال النشاط الاقتصادي نتمنى انه توازي حركيه ديال التشغيل ان شاء الله في نفس المستوى، تكون بشكل قوي بالكيفيه اللي غتستطع انها تمص الارقام ديال 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 البطاله في بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.